هذا حديث أنس رضي الله عنه، وهو الحديث الثالث، وهو الحديث الثالث عشر من هذه الأحاديث النووية. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ونفي الإيمان هنا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كما أحضرني بعض الإخوة: لا يؤمن أحدكم، أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. فإذا نفي الإيمان بفعل دل على وجوبه، يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. قال: لأن نفي الإيمان لا يكون لنفي شيء مستحب، فمن ترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان، فنفي الإيمان دال على أن هذا الأمر واجب، فيكون إذن نفي الإيمان نفي لكماله الواجب، فيدل على أن الأمر المذكور والمعلق به النفي يدل على أنه واجب. إذا تقرر هذا فقوله هنا لا يؤمن أحدكم حتى، له نظائر كثيرة في الشريعة، يعني في السنة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والد من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهكذا. إذا تقرر ذلك فإن نفي الإيمان فيها على باب واحد، وهو أنه ينفى كمال الإيمان الواجب. ثم قوله عليه الصلاة والسلام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يشمل الاعتقاد والقول والعمل، يعني يشمل جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال. فقوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يشمل أن يحب لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده، وهذا واجب، ويشمل أن يحب لأخيه أن يكون مصليا كفعله. فلو أحب لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب محرما فانتفى عنه كمال الإيمان الواجب. لو أحب أن يكون فلان من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق للسنة، يعني على اعتقاد بدعي، فإنه كذلك ينفى عنه كمال الإيمان الواجب. وهكذا في سائر العبادات وفي سائر أنواع اجتناب المحرمات. فإذا أحب لنفسه أن يترك الرشوة، وأحب لأخيه أن يقع في الرشوة حتى يخرج هو، كان منفيا عنه كمال الإيمان الواجب، وهكذا في نظائرها. وقد جاء في النسائي، يعني في سنن النسائي وفي غيره، تقييد ما يحب هنا بما هو معلوم، وهو قوله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، وهذا ظاهر قيد بين، ولكن التنصيص عليه واضح. أما أمور الدنيا فإن
محبة الخير لأخيه كما يحب لنفسه هذا مستحب، لأن الإيثار بها مستحب وليس بواجب. فيحب لأخيه أن يكون ذا مال مثل ما يحب لنفسه، هذا مستحب. يحب لأخيه أن يكون ذا وجاهة مثل ما له، هذا مستحب. يعني لو فرط فيه لم يكن منفيا عنه، لم يكن كمال الإيمان الواجب منفيا عنه، لأن هذه الأفعال مستحبة. فإذا صار المقام هنا على درجتين: إذا كان ما يحبه لنفسه متعلق بأمور الدين فهذا واجب أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذا هو الذي تسلط نفي الإيمان عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب فيها الشارع وأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك ما نهى عنه الشارع. فيحب لأخيه أن ينتهي عن المحرمات، ويحب لأخيه أن يأتي الواجبة. هذا لو لم يحب لم تنفع عنه كمال الإيمان الواجب. أما أمور الدنيا كما ذكرنا فإنها على الاستحباب. يحب لأخيه أن يكون ذا ساعة بالرزق فهذا مستحب. يحب أن يكون لأخيه مثل ما له من الجاه مثلا، أو من المال، أو من حسن الترتيب، أو من الكتب، أو إلى آخره، فهذا كله راجع إلى الاستحباب.